هنتكلم في زيارة اليوم صباحا للكابتن محمود الخطيب لمدينة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية بالتحديد في مقر المحافظة هناك في المدينة. الزيارة دي كانت مهمة جدا جدا في الحقيقة لمناقشة المشروعات المستقبلية داخل مدينة الإسكندرية بالتحديد بالاشتراك مع النادي الأهلي. ده شيء مميز جدا. فبالتالي أنا عايز أقرأ لحضراتكم الخبر ده، لأن الخبر ده في جوانب غاية في الأهمية وغاية في السعادة اللي ممكن يكون فيها طبعا الإسكندرانية بالتحديد الأهلوية اللي هناك، لأن احنا عارفين إسكندرية مليانة بالأهلوية هناك بصراحة. فبالتالي استقبل الدكتور عبد العزيز كنسوة محافظ الإسكندرية صباح اليوم بمكتبه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ودار حوار مطول حول سبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في إطار سياسة النادي الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام، وده مهم جدا وضروري. الأهم بقى اللي جاي ده، وشهدت الجلسة حوارا مثمرا جاء في مقدمته رغبة الكابتن محمود الخطيب في تدشين فرع جديد للأهلي بمحافظة الإسكندرية، حاجة جميلة جدا في الحقيقة لإسعاد جماهيره واستكمالا لسلسلة فروع النادي السابقة والعمل على التواصل مع محبي النادي في كل مكان. لا أنا هقف هنا، دي حاجة غاية في الأهمية بصراحة. يعني النادي الأهلي ممكن يبقى عنده فرع خامس، فرع خامس، احنا كنا كده داخلين في فرع الرابع اهو مشغلين فيه بتاع التجمع، وبصراحه شيء مميز جدا. لكن انت كمان بتفكر انك يبقى عندك فروع في محافظات، ما بالك محافظه مهمه جدا جدا زي محافظه الاسكندريه في الحقيقه. فكابتن محمود الخطيب تمنى وطلب ان يكون في فرع النادي الاهلي هناك، والطلب ده يعني تم استقباله بترحاب شديد جدا من قبل المحافظ في الحقيقه، علشان يكون مكان لجماهير الاهلي في اسكندريه والاعضاء النادي الاهلي في اسكندريه، مقر جديد ان شاء الله باذن الله للنادي هناك. فبالتالي بالمناسبه يعني الموضوع ده الناس بتحاول تقارن وتحاول تعمل شكل او نوع من انواع المنافسه ما بين الاهلي ومختلف الانديه. لا الموضوع يا جماعه فيه فروقات كبيره بصراحه من اللي احنا بنشوفه ده بصراحه كده، لا فيه فروقات كبيره. النادي الاهلي داخل باذن الله بعد ما يخلص الفرع الرابع شكله كده باذن الله هيكون في فرع خامس فين؟ في اسكندريه، وممكن يبقى تلاقي فرع سادس وسابع كمان في مدن اخرى يعني في مصر يعني. وخصوصا احنا عارفين جمهور النادي الاهلي متواجد في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، وفي الحقيقه مش من جمهوريه مصر العربيه بس، في الوطن العربي كله يعني. ورحب الدكتور عبد العزيز كنسوة برئيس الاهلي، واكد على ان رغبه الكابتن محمود الخطيب في التعاون مع المحافظه امر يسعده ومحل اهتمام وتقدير كبير، لا سيما انه يتعلق بالنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، كما ان التعاون خطوه ايجابيه لخدمه الرياضه المصريه، وانشاء فرع جديد للاهلي بالاسكندريه يبقى مرحله مهمه لتوسيع القاعده الرياضيه والاهتمام بالناشئين والبراعم للالتحاق باللعبات المختلفه. وشهدت المقابله التي جرت في اجواء وديه بمقر المحافظه في حضور السيد احمد جمال نائب المحافظ، والدكتور اسماعيل العدلي المستشار الهندسي للمحافظه، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، حوارا في اتجاهات عديده بما يخدم المصلحه العامه سواء على الصعيد الاجتماعي او الرياضي. وقام المهندس سامح علي كامل بشرح الرؤيه الهندسيه لما تحدث في رئيس النادي من مشروعات مستقبليه مع محافظ الاسكندريه. دايما مجلس إدارة النادي الأهلي